الدرس الأول. الدرس هذا راح نهضروا على تفاعل الأكسدة الأرجعية. راح يكون أول درس فيديو خاص، ما نش سمك ما كان مشي كيما في القسم وإلى آخره. دونك رايحين نديروا درس تفاعل الأكسدة الأرجعية. هذا بداية مهمة للتلاميذ تاع تيرمينال، يقراوه الثاني أصحاب سنة ثانية ثانوي. صبت باللي في كي كنت نقري لي زيلاف، لقيت باللي هذا الدرس يعاني منه بزاف، وهكذا الانطلاقه تاعنا سورتو في كي نلحقوا للناقليه شويه الانطلاقه صعبه. اذا رايحين نبداو على بركه الله نفهموا واش معناها تفاعل الاكسده الارجاعيه. رايحين عندنا الحاجه الاولى اللي رايحين نتطرقوا عليها، نفهموا واش معناها تفاعل اكسده ارجاعيه. تفاعل الأكسدة الأرجاعية راح نعرفوا باللي هي تتكون من عمليتين، هذو تلك العمليتين راح تهتم بما يسمى بالثنائيتين ولا الثنائية مؤكسد مرجع. وبعدك بعد ما نتعرف على الثنائية مؤكسد مرجع نروح نشوفوا معادلة المعادلة النصفية الإلكترونية. كي نديرو المعادلة النصفية الإلكترونية يولو عندنا زوج معادلتين. بعد ما مش نشوفو الدرس كي نجمعوهم نعاودو نولو إلى التفاعل أكسدة الأرجعية، معناها نقدرو نكتبو معادلة التفاعل أكسدة الأرجعية. نبداو على بركة الله، نبدأ بتفاعل الأكسدة الإرجاعية. تفاعل الأكسدة الإرجاعية من العنوان تاعو راه يبان بلي يتكون من عمليتين، ما نقولوش تفاعلين نقولو عمليتين. تفاعل أكسدة إرجاعية راني نشوف بلي يتكون من عمليتين، عملية الأكسدة، عملية الأكسدة وعملية الإرجاع. نتعرفوا على كل وحدة وحدها. عملية الأكسدة هي عملية يتم فيها فقدان إلكترون أو أكثر، يتم فيها فقدان إلكترون أو أكثر. بمعنى في معادلة تفاعل كيميائي، في المعادلة العادية اللي نعرفوها، كاين هنا مش كاين هنا متفاعلات، وهنايا نواتج. كي يكونوا في عملية الأكسدة النواتج تاعنا تكون تحتوي على عدد من الإلكترونات. نعاود، عملية الأكسدة هي فقدان إلكترونات، دونك لوجيك مو حاجة فقدتها وين راح نلقاها؟ راح نلقاها في النواتج، صحيتو. دوكا نروحو لعملية الإرجاع. العملية على الإرجاع هي كومبليتمون معاكسة لعملية الأكسدة. إلى عملية أكسدة هي فقدان، عملية الإرجاع واش راح تكون؟ اكتساب. اكتساب هي عملية اكتساب إلكترون أو أكثر. حاجة نكتسبها معناها لازم تكون تفاعلت معها من الأول ولا تكون ناتج؟ تفاعلت معها من الأول. دونك لو كان نكتبو معادلة التفاعل عندنا هاد الكوتي تاع اليسار عندنا متفاعلات، وفي الكوتي تاع اليمين عندنا نواتج. وين راح يكونوا الالكترونات؟ رايحين يكونوا في المتفاعلات. ان نقصد بها عدد نومبر، هذه الكترون، عدد من الالكترونات. نعاودوا، عملية الأكسدة هي فقدان الإلكترونات، معناها الإلكترونات وين لازم نلقاهم؟ نلقاهم في النواتج. عملية الإرجاع
هي عملية اكتساب الكترونات، معناها الالكترونات لازم عليها تكون في المتفاعل. هذه بالنسبة للعمليتين. مجموع العمليتين كما رانا كاتبين يعطينا تفاعل أكسدة إرجاعية. دونك تفاعل أكسدة إرجاعية يهتم بعملية تبادل في الإلكترونات، معناها كاين فرد كيميائي يكتسب وفرد كيميائي يفقد. ما معنى فرد كيميائي؟ فرد كيميائي قادر يكون ذرة، قادر يكون جزيء، تعالوا معايا، قادر يكون شاردة. فرد كيميائي قادر أن يكون ذرة، جزيء أو شاردة. الذرة، مثال على ذرة آش، الآش اللي هي الهيدروجين. مثال آخر الأكسجين. كيفاش تكون الذرة من ناحية الشحنة؟ خاطر شحنة، علاش الحين نهضروا على الشحنة؟ بما أنه أنا نهضروا على تفاعل أكسدة إرجاع وكلمة إلكترونات، هذا الإلكترون يتميز بشحنة، وهذيك الشحنة كيفاش حتكون؟ سالبة، معناها الهضرة تاعنا كامل حتكون على الشحن. في ذرة كيفاش تكون عندنا الشحنة؟ مانا كاتبين والو هنا، معناها متعادلة، معدومة الشحنة، ونقول عليها متعادلة كهربائيا. صحيح، هذه بالنسبة للذرات. دوكا نروحو للجزيء. الجزيء مثال، أبسط مثال H2O، H2O جزيئة الماء. جزيئة الماء اسكو مكتوب هنا كالشيء، اسكو مكتوب زائد أو ناقص؟ ماشي مكتوب. إذا شحنتها صفر، تعتبر متعادلة كهربائية. نحن كن نروحو للشوارد. الشوارد معناها عبارة عن ذرات يا إما اكتسبت يا إما فقدت، أو عبارة عن جزيئات يا إما اكتسبت يا إما فقدت. في الاكتساب واش يولي الشحنة تاعها؟ تكتسب إلكترون، والإلكترون ذو شحنة سالبة، معناها أكيد واش تولي شحنتها؟ سالبة. وإذا فقدت إلكترونات راح تكون شحنتها موجبة. اسكو نقولوا عليها متعادلة كهربائيا؟ لا. لا، معناها كل نوع من شاردة عنده شحنة خاصة به. صح، هذا بالنسبة لفرد كيميائي. في تفاعل أكسدة إرجاع يهتم بالتبادلات الإلكترونية الحادثة بين الأفراد الكيميائية في المتفاعلات وصولا إلى النواتج. صح. دونك نحبوا نعرفوا أسماء الأفراد الكيميائية الداخلة في تفاعل أكسدة إرجاع. عندنا واحد الأفراد الكيميائية، نقولوا قبل الأفراد الكيميائية الداخلة في تفاعل الأكسدة الإرجاعية. الأفراد الداخلة في الأكسدة الإرجاعية، واحد المؤكسد، بالفرنسية أوكسيدون. ناخذ الحرفين الأولين O X. إذا المؤكسد كيفاش رايحين نرمزو له؟ O X. تعريف المؤكسد هو كل فرد كيميائي. الأفراد الكيميائية وشنو هي؟ ذرة، جزيء، شاردة. صح، هو كل فرد كيميائي قادر على اكتساب، ركزوا معايا مليح، الكترون او اكثر. معناها المؤكسد واش من عملية يديرها؟ عملية اكسدة اللي تقول فقدان الالكترونات، ولا عملية الارجاع اللي تقول اكتساب الكترونات؟ عملية الارجاع. اذا المؤكسد راح يقوم لنا بعملية الارجاع. هنا صدق التلاميذ يخلطوا بزاف، يقول لك اذا عندنا كلمة مؤكسد في بالهم لازل عملية اكسدة، واذا كان عندنا كلمة مرجع لازم يكون عملية ارجاع.
وهنا خطأ كبير، لازم نتبعه على حساب التعريف. التعريف يقول عملية الأكسدة هي اكتساب عملية الأكسدة هي فقدان إلكترونات. لازم الفرد الكيميائي اللي نستعمله يكون يفقد إلكترونات، ما يهمنيش الاسم تاعو. عملية الإرجاع لازم لفرد كيميائي يكتسب إلكترونات إذا لازم للفرد الكيميائي تاعي يكون التعريف تاعو فيه اكتساب إلكترونات. دوك نروح نزيدو نشوفو حنا المؤكسد. شفنا المؤكسد واش نشوفو؟ المرجع. المرجع بالفرنسية ريدكتور. ناخدو الثلاث حروف الأولى ونقولو غاد، نرمزو لها بغاد. عملية الأكسدة معاكسة عملية الإرجاع. إذا الفرد الكيميائي المؤكسد بالنسبة للمرجع كيفاش يكونوا؟ متعاكسين. إذا كان المؤكسد قادر على اكتساب إلكترونات، المرجع واش راح يكون يدير؟ قادر على فقدان إلكترونات. هو كل فرد كيميائي، شنو هما الأفراد الكيميائية؟ ذرة وجزيء وشاردة. هو كل فرد كيميائي قادر على فقدان إلكترون أو أكثر. على حسب التعريف، المرجع قادر على فقدان إلكترون أو أكثر، معناه وش من عملية مسؤولة عليها؟ عملية الأكسدة. عملية الأكسدة معناها كاين مصطلحات شبه متعاكسة. عملية الأكسدة لازم لها المرجع. المرجع رد. لازم في المتفاعلات نلقى المرجع. عملية الإرجاع لازم في المتفاعلات نلقى المؤكسد. كيفاش رمزنا للمؤكسد؟ أوكس. نقولو أوكس. عملية الأكسدة الفرد الكيميائي البوس فيها، المسؤول فيها هو المرجع. معناها في المتفاعلات باش نبدا ب المرجع. في عملية الإرجاع البوس فيها هو المؤكسد. معناها في المتفاعلات نلقى المرجع ولا المؤكسد؟ المؤكسد. إذا نلقاو المؤكسد أوكس. طبعا ما راناش رايحين نكتبو كلمة مرجع هنا، نستعملو الرموز باش نسهلو علينا الفهم. المرجع كي يفقد إلكترونات واش يولي؟ مؤكسد. تخي بيان، مادام فقد إلكترونات راح يولي مؤكسد. كيفاش رمزنا للمؤكسد؟ او اكس. المؤكسد كي يكتسب الكترونات واش راح نولو نسموه؟ مرجع. المرجع. تخيل واش رانا نلاحظو؟ دائما المرجع ما كانش قدامه الكترونات، ودائما المؤكسد قدامه الكترونات. اصدقاء المؤكسد هما الالكترونات، المؤكسد ولي زيليكترون هما لي زامي. المرجع والالكترونات ما يتفهموش، مبلوكي. ماشي مبلوكي، اكثر من مبلوكي. المرجع ما لازمش قدامه الكترونات، يصير قدامه الكترونات يهبل. المؤكسد لازم يكون قدامه الكترونات. باش نزيدو نوضحو، المؤكسد يعتبر فقير، فقير من الالكترونات، والمرجع غني بالالكترونات. على بها هو اللي يقدر يفقد. على بها هو اللي يفقد. المرجع غير معمر بالالكترونات، يفضل انه يمدهم. كريم. المؤكسد كريم. المؤكسد فقير من الالكترونات، اذا مش يفضل يمدهم. ان شاء الله تكونوا هذه استوعبتوها. اكيد درس كيما هذا هكذا ما يساعدش، دونك كي نلحقوا الامثله راكم رايحين تفهموا اكثر واكثر. دونك هذا هو بريسك الملخص لتفاعل اكسده ارجاعيه، او بالضبط لعمليتي الاكسده وعمليه الارجاع.
دوكا نروحو الى باش نقدروا نكتبوا معادله كيميائيه لازم لي نتعرف بما يسمى بالثنائيه مؤكسد مرجع. لازم عليا نتعرف على الثنائيه مؤكسد مرجع. هذه الثنائيه ساعدني في كتابه معادله نصفيه الكترونيه، ومن بعد تيك نشوفوا كيفاش نوازنوا هذيك المعادله النصفيه الالكترونيه. اولا رايحين نشوفوا دوكا اثنين الثنائيه مؤكسد مرجع. كتابه نكتبوا الثنائيه مؤكسد مرجع، عفوا ماشي كتابه، قولا نقولوا الثنائيه مؤكسد مرجع. كتابه نكتبوا الثنائيه، نفتحوا قوس ونغلقوا قوس ونديروا سلاش. دائما في هذا الكوتي نكتبوا مؤكسد، وفي هذا الكوتي واش نكتبوا؟ مرجع. مرجع معناها كل مؤكسد عنده اللاحقه تاعو من مرجع، وكل مرجع عنده اللاحقه تاعو من مؤكسد. كيفاش رمزنا للمؤكسد؟ او اكس. اوكس. كيفاش رمزنا للمرجع؟ رد. نعطوا امثله CU دو بلس سلاش CU، ايهما المؤكسد ايهما المرجع؟ نقارن مع الترميز المثالي. على الكوتي على اليسار عندنا المؤكسد، اذا الفرد الكيميائي اللي راه على اليسار هو اللي نعتبروه مؤكسد. شكون اللي راه على اليسار هو سي او دو بلس. شكون هو سي او دو بلس؟ هو شاردة النحاس. الشوارد وين نلقاوهم؟ في المحاليل الشاردية، ولا المحاليل بالضبط المائية الشاردية. هذا واش؟ سائل نحاس. سائل أو صلب؟ صلب. صلب. دونك معدن النحاس. واش نعتبره؟ مرجع. كيفاش رمزنا للمرجع؟ راد. 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 دونك هذا الراد وهذا اوكس. لو كان دوكا نحبوا نكتبوا معادله التفاعل تاع هذه الثنائيه، اش تفهموا ابيبري واش رايحين وين رايحين نلحقوا بعد نكمل الثنائيات. هذه تعتبر بسيطه. احنا قلنا في تفاعل اكسده ارجاع لازم لنا تبادل الكترونات، دونك فوش رايحين نكتبو دوكا لازم يبانو عندنا عدد من الالكترونات. صحيح. في معادلة التفاعل مثلا نقولو عندنا محلول، مثال محلول كبريتات النحاس. محلول كبريتات النحاس كيفاش نرمزو له؟ سي او دو بلس بلس اس او 4 دو موا. هذا راه محلول اكو. شكون المسؤول على التفاعل؟ احنا على حساب الثنائيه اللي رانا دايرينها هو سي او دو بلس. الثنائيه واش تقول؟ عندنا سي او دو بلس دائما تتكتب هاك سي او. هذا اوكس وهذا راد. ويقولوا لكم اكتب معادله نصفيه، اكيد محلول الكبريت زائد مثلا معدن مسمار حديدي. مثال نبدا احنا نخدمه غير على النحاس باسكو عندنا الثنائيه تاعو. كي نشوف انايا المحلول تاعي واش من شارده واش من عنصر او فرد كيميائي راهو يبان، اسكو راهو يبان معدن النحاس او الشارده؟ شارده. صح. الشارده هذه راهي تتفاعل ولا راهي تنتج؟ تتفاعل. راهي تتفاعل، معناها
منا وش عندي في معادلة التفاعل؟ عندي متفاعلات، ومنا وش عندي؟ نواتج. جيد. دونك في المتفاعلات وش نلقى؟ سي او دو بلس. ما نهضروش كاع على الحديده، الحين نهضروا غير على الثنائيه هذه. السي او دو بلس كي بديت فيه، كي بديت به في المتفاعلات على حساب الثنائيه تاعنا، منين لمن راني رايحه نلحق؟ للسي او. رانا رايحين نلحقوا الى معدن النحاس اللي هو سي او. دائما نشوفوا الثنائيه، اذا انطلقت بهذه معناها الناتج تاعي سيغمون راح يكون هذا، وإذا انطلقت من راد معناها سيغمون الناتج تاعي راح يكون هذا. دونك الثنائية تاعي راهي تحب، راهي تليميتي فيا، راهي تخليلي تعطيني حدود في معادلة التفاعل، صح؟ حنا قلنا لازمنا نوازنو، وباش نوازنو رانا نهضرو بلي معادلة التفاعل أكسدة الأرجاء تهتم بالشحنة، وبالضبط الشحنة تاع الإلكترونات السالبة، صحيح. نبداو نوازنو. اول حاجه نوازنو عدد الذرات. شحال عندي هنا ذره؟ وحده تاع واش ذره واحده من شريده النحاس. شحال عندي هنا؟ ذره واحده من معدن النحاس. اسكو راهم متوازيين؟ متوازنين. نعم. ومن بعد وين نروحو؟ نروحو نشوفو الالكترونات، ولا نقولو نروحو نشوفو الشحنه. هذه الشحنه تاعها وشنو؟ ذره زيرو. معناها متعادله كهربائيا. نكتبوها هنا، شحنتها صفر. نتعاملوا بالرياضيات، تبعوا معايا. نروحوا نشوفوا النواتج. سي او دو بلس شحال الشحنه تاعو؟ دو بلس. دو بلس معناها في الرياضيات نكتبوا زائد 2. في الرياضيات باش يكون الطرف هذا يساوي هذا الطرف، شحال لازم نزيد؟ مانيش نهضر الالكترونات، نهضروا عندي هنا زائد 2، شحال لازم نزيد لزائد 2 باش تعطيني صفر؟ ناقص 2. ناقص 2. الناقص هذه في الكيمياء تمثل واش؟ الكترونات. اذا نقولوا زائد 2 الكترون. زائد 2 الكترون. الكترون شحنتها سالبه، لو كان نتعامل معها بالرياضيات نحي الكترونات ونحط قدامها ناقص. صح. كي نبداو نشوفو لازم نعرف واش من عمليه درتها، اسكو عمليه اكسده ولا عمليه ارجاع. حنا في عمليه الاكسده قلنا هي فقدان الكترونات، معنى الالكترونات وين حنلقاهم؟ في المتفاعلات ولا في النواتج؟ في النواتج، صح. وعمليه الارجاع قلنا مقبله هي اكتساب الكترونات، معنى الالكترونات وين رايحين نلقاهم؟ في المتفاعلات. على حساب واش رانا نشوفو هنا، الالكترونات وين راهم؟ راهم في المتفاعلات. اذا هذه العمليه واش من عمليه؟ عمليه الارجاع. معادله نصفيه بالرموز الكترونيه. علاش نقولوا الكترونيه؟ باسكو استعملنا عدد من الالكترونات لعمليه الارجاع. هل هذا واضح؟ خبير. دوكا لازم نشوفوا المسمار الحديدي. الحديد كيفاش نرمزوا له؟ Fe. عندنا الثنائيه تاع الحديد، وحده من الثنائيات Fe دو بلس Fe. على حساب المعطيات باش بديت بالFe اللي هو المعدن. المعدن كي نروح نشوف انا الثنائيه مؤكسيد مرجع وين نلقاه؟ واش من خانه؟ في خانه المرجع اللي هو الراد، وهذا المؤكسيد. معناها في المتفاعلات اسكو نلقى الراد ولا الاوكس؟ الراد. نسطر عليه الحاجه اللي نحتاجها، نسطر عليها. معنى المتفاعلات تاعي باش راح نبدا بمعدن الحديد، معناها ذره الحديد. وهذه وين رايحين نلقاوها؟ المؤكسد النواتج. رايحين نلقاوهم في النواتج Fe دو بلس. نعاودو نتعاملو بالرياضيات. اولا نوازنو عدد الذرات. هنا شحال عندي ذرة حديد؟ وحده. هنا شحال عندي ذرة حديد؟ وحده. صح. وين نروحو نوازنو دوكا؟ الشحنه. الذره كيفاش تكون شحنتها؟ صفر. صفر.
معناها متعادلة كهربائيا. هذه شحال شحنتها؟ زائد 2. دائما نهبطو يساوي وهنا نكتب الصفر. الالكترونات شحنة سالبة، وين لازم نزيد الالكترونات باش تتوازن المعادلة؟ في النواتج. في الرياضيات لازم ندير هنا ناقص 2، متعاكسين في الإشارة، نطرحهم ونتحصل على الصفر باسكو نفس العدد برك متعاكسين. زائد 2 ناقص 2 تعطيني صفر. ناقص هذه تمثل واش؟ عدد من الالكترونات. اذا زائد 2 الكترون. واش من عملية هذه؟ عملية الأكسدة. قولوا معادلة نصفية إلكترونية لعملية الأكسدة. نحبوا نتأكدوا من التعريف. في معادلة نصفية إلكترونية لعملية الإرجاع، شكون قلنا البوس؟ المؤكسد ولا المرجع؟ المؤكسد. سي اي دو بلس وين راه محطوط؟ في خانة الأكسد المؤكسد ولا في خانة المرجع؟ خانة المؤكسد. اسكو رانا نتأكدوا دايما باللي البوس هو في عملية الإرجاع هو الأوكس؟ نعم صح. حبينا نتأكدوا دايما إذا المرجع هو البوس في عملية الأكسدة. وكما رانا نشوفوا باللي بما أنه بدينا بالحديد، ذرة الحديد، واعتبرناها شكون هي؟ هي المرجع في عملية الأكسدة. إذا على حساب التعريف رانا متوافقين. دوكا واش نروحو نديرو؟ نكملو نعاودو نولو للثنائيات كما قلت لكم. الثنائيات نزيدو نعطو بعض من الأمثلة. رانا ديجا عطينا لهنا اف او دو بلوس اف او. كاين تاني الثنائية امن او كات موا تاع شريدة البرمنغانات مع شريدة المنغانات ديال امان دو بلوس. دائما اللي على اليسار شكون هو؟ اوكس. اوكس. واللي على اليمين هو الرد. نعطو ثنائية واحدة أخرى، سي او دو سلاش اش دو سي دو او كات. سي او دو هو ثنائي أكسيد الكربون، وهذا حمض الأوكزاليك. بما أنه عندنا سي او دو راه في اليسار، إذا هو نعتبره الأوكس. اش دو سي دو او كات نعتبره الرد الموجب. هذه بالنسبة للثنائيات والمعادلة نصفية إلكترونية بسيطة. هذه حبيت غير باش تعرفوا بها عملية أرجاع، عملية أكسدة. دوكا نروحوا نتعرفوا على كتابة معادلة نصفية إلكترونية ولكن حسب بعض من الخطوات. هذه الخطوات لازم نتبعوها، وإلى الواحد تبعها وتعلمها من المستحيلات أنه يضغط في كتابة معادلة أكسدة أو معادلة إرجاع بالطريقة اللازمة. من المستحيلات. نبدأ على بركة الله. للأسف طريقة كتابة معادلة نصفية إلكترونية مثلا بالإرجاع. نعطي الثنائية التالية، مثلا رايحة نستعمل تفاعل كيميائي معين ونستعمل الثنائية التالية. الثنائية شاردة البرمنغانات مع شاردة المنغانات. مثلا لو كان نقولوا هذا التفاعل راح يتوفر على شاردة البرمنغانات، معناها التفاعل تاعي باش راح نبدا، بالامانوكات اوموا. امانوكات اوموا واش نعتبروه؟ اوكس. اوكس اللي هو المؤكسد. بما انه راح نبدا بالامانوكات، الاوكس هذا اللي يعني راح نبدا به نلقاه في المتفاعلات ولا في النواتج؟ في المتفاعلات. امان او كات موا. في النواتج واش راح نلقى؟ الراد. شكون هو الراد عندي هنا؟ امان دو بلوس. امان دو بلوس.
بدينا بشكون؟ بالمؤكسد. اذا هذه العمليه عمليه واش؟ عمليه الارجاع. معناها راني نكتب في المعادله النصفيه الالكترونيه للارجاع، لعمليه الارجاع. دوكا نتبعوا القوانين تاع كتابه معادله ارجاع او كتابه معادله نصفيه الكترونيه بصفه عامه، كلك سوا ارجاع او اكسده. في حالتنا الارجاع، نبداو اولا بالذره الرئيسيه اللي راهي نشوف اللي راني نشوف فيها، تتكرر في المتفاعلات وتتكرر في النواتج. شكون الذره اللي راهي تتكرر في المتفاعلات وتتكرر في النواتج؟ امان. انا نشوفوا بلي كاين هنا امان وكاين هنا امان. شحال راهو يتكرر الامان؟ مره واحده. هنا راهو يتكرر مره واحده، ماهو مكتوب والو هنا معناها واحد، وهنا ماهو مكتوب والو معناها يتكرر مره واحده. اذا الذره الرئيسيه هل هي متوازنه؟ نعم. فتنا الذره الرئيسيه، وزننا الذره الرئيسيه، وين نروح دوكا؟ نروح الى عدد ذرات الاكسجين. معناها الحاجه الاولى اللي لازم نديرها انحفاظ عدد الذرات، كلكو سوا الذره الرئيسيه ولا ذره الاكسجين ولا واش راهو جاي من بعد ذره هيدروجين. في القانون يقول لكم لازم اذا عندي مثلا كيما هنا في المتفاعلات عدد من ذرات الاكسجين، لازم نضيف عدد من جزيئات الماء. علاش؟ باسكو جزيئات الماء على من تحتوي؟ الأكسجين. على الاكسجين. H2O. شحال عندنا من ذره اكسجين؟ وحده. معناها شحال لازم نزيد في هذا الطرف من جزيئه ماء باش يولي عندي اربع اكسجينات كيما في الطرف الاول؟ اربعه. دونك زائد 4 H2O. يقول لك لموازنة عدد الأكسجين، عدد ذرات الأكسجين، يجب أن نضيف في الطرف الآخر عدد من جزيئات الماء H2O. وزنت الأمان، راه متوازن الأمان. عدد ذرات الأكسجين راهو متوازن. وش زدت على روحي خدمه؟ زدت على روحي الهيدروجين. شحال زدت الهيدروجين في طرف النواتج؟ 6. شحال زدنا عمليه الضرب؟ 4 في 2 زدت 8 هيدروجينات. يقول لكم اذا كان عندنا عدد من الهيدروجينات بالزياده في طرف، في الطرف المقابل له ولا في الطرف الاخر نضيف عدد من البروتونات، والعدد وكلمة بروتونات معناها نضيف عدد من H بلس. بروتون معناها عنده شحنة موجبة ورمزنا له H بلس. شحال لازم نزيد من H بلس باش تتكافئ لي عدد الهيدروجينات؟ 8 زائد 8 H بلس. هل عدد كل عدد الذرات متوازن حاليا؟ نشوفوا هل عدد الذرات متوازن حاليا، نحسبوه. شحال عندي ذرة مانغانيز؟ واحدة. أمان. شحال عندي أكسجين؟ أربعة. أربعة أكسجين. شحال عندي الأش؟ ثمانية. ثمانية أش. ما راناش نهضرو على الشحنة، رانا نهضرو على الذرات، مازال ملحقناش. شحال عندي هنا من مانغانيز؟ واحد. شحال عندي من أش؟ ثمانية. شحال عندي من أكسجين؟ أربعة. أربعة. هل عدد الذرات متوازن؟ نعم. هل طبقنا انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي، في معادلة التفاعل الكيميائي؟ نعم. بما أنه وزننا عدد الذرات، وش لازم دوكا نشوف؟ مادام لي في معادلة أكسدة إرجاع تسمك راني نلعب شحنة. بالشحنة. تسمك لازم نشوف الشحنة تاع الطرف الأول هل تساوي الشحنة الموجودة في الطرف الثاني. إذا كانت ما تساويش وش لازم نزيد؟ لازم نزيد عدد من الإلكترونات. في عملية الإرجاع الإلكترونات هذوك وين نزيدهم؟ متفاعلات. جيد. عملية الإرجاع الإلكترونات لازم نزيدهم في المتفاعلات. الشاردة المركبة أمان أوكاد ما هي شحنتها؟ صفر. ما هي شحنتها؟ واحد. ناقص واحد. نكتبوها بالرياضيات وبعد نفهموا شحال نزيدو. شحال عندنا هنا؟ شحال هكذا وحدها بروتون وحده، شحال الشحنة تاعو؟ زائد واحد. زائد واحد مع الثمانية هذه؟ زائد ثمانية. زائد ثمانية، نديرو عملية
الضرب للمشروع معامل هذا معامل ستوكيومتري عندي زائد 8. شحال عندي هنا في الطرف الثاني الامان شحال شحنتها؟ زائد 2 صح. والماء زائد 0. 4 في 0 صفر. نحسبه ناقص 1 زائد 8 متعاكسا في الاشاره نطرح ونحتفظ باشاره الاكبر شحال تولي لي؟ زائد 7. زائد 7 تساوي شحال عندي في الطرف 2 زائد 0 زائد 2. هل الشحنة الطرف الأول معادلة ولا متوازنة مع شحنة الطرف الثاني؟ عندنا زائد 7 هنا وعندنا زائد 2 في الطرف الثاني، هل هي متوازنة؟ لا. صح. احنا وين قلنا نزيدوا الإلكترونات؟ في المتفاعلات. في المتفاعلات، معناها في هذا الكوتي لازم نزيدوا إلكترونات، وما هي شحنة إلكترونات؟ ناقص. سالبة. إذا في الرياضيات واش لازم نستعمل؟ عدد موجب ولا عدد سالب؟ عدد سالب. شحال نزيد؟ من عدد سالب زائد 7 باش يعطيني زائد 2 ناقص 5. هذه في الرياضيات معناها باش نلقى 2 لازم لي نزيد ناقص 5. الناقص في دوكا في الكيمياء في معادله التفاعل الناقص واش تمثل؟ الكترونات. والخمسة هو عدد الالكترونات. اذا شحال نزيدو في المعادله الفوق؟ 5 زائد 5 الكترونات. هل استوعبتها؟ نعم. لازم نكونوا على بالنا بلي عملية إرجاع هي اكتساب إلكترونات، والإلكترونات وين لازم نلقاهم؟ لازم نلقاهم في طرف المتفاعلات. هذه وحدة. ما لازمش نلقى إلكترونات في طرف المتفاعلات وفي طرف النواتج، خطأ. في عملية إرجاع نلقاو الإلكترونات في جهة المتفاعلات فقط. في عملية الإرجاع البوس شكون هو؟ المؤكسد. اذا باش لازم نبدا في الثنائيه لازم نبدا بالمؤكسد، وهكذا نكونوا كتبنا معادله ولا معادله نصفيه الكترونيه لعمليه الارجاع. ان شاء الله تكونوا فهمتوا كيفاش نكتبوا عمليه الارجاع. دوكا نسيو نحلوا التطبيق. هذاك التطبيق رايح يهدر على طريقه كتابه معادله نصفيه الكترونيه، وفي نفس الوقت كيف نتحصل على معادلة دوكا تفاعل أكسدة إرجاع. أنا رايحة نديرو عملية جمع. نشوفو التطبيق واش يقول. لحظة فقط نشوفو هذا التطبيق واش يقول. الأكسدة عملية أكسدة واش دير؟ فقدان أو اكتساب؟ فقدان الكترونات. وعمليه الارجاع اكتساب الكترونات. جيد. دركا نروحو نشوفو تطبيق. يقول هذا التطبيق عندنا تفاعل محلول برمنغانات البوتاسيوم اللي هو امانوكات العكس نبداو بالموجب نروحو للسالب كا بلس امانوكات موا هذا محلول اكو. هذا التفاعل تاع المحلول مع من؟ مع محلول تفاعل مع محلول كبريتات الحديد. كبريتات الحديد شكون هو؟ Fe دو بلوس SO4 دو موا. علما أن عطاولنا الثنائيات، علما أن الثنائيتين عطاولنا أمان أو 4 موا مع أمان دو بلوس وعطاو لنا ثنائية أخرى اللي هي Fe2 بلس Fe3 بلس Fe2 بلس. نقرأ التطبيق. تفاعل محلول برمنغانات البوتاسيوم. تطبيق السؤال اكتب معادلة تفاعل أكسدة إرجاع.
معناها لازم نكتب معادلة تفاعل أكسدة إرجاع. معادلة تفاعل أكسدة إرجاع تهتم بتبادل الإلكترونات، بصح كي نكتب كي نكون نكتب فيها ما نلقى حتى إلكترون، تسمك رايح نديرو اختزالات الإلكترونات ونتهناو منهم. تسمك معادلتين نسبيتين كي نتجمعوهم نتخلصو من الإلكترونات. تفاعل محلول برمنغالات البوتاسيوم، باش بديت؟ بديت بالأمان أوكاتات. نروح على الثنائية تاعي من موجود فيها أمان أوكات. هاي الثنائية تاعي اللي موجود فيها أمان أوكات. أمان أوكات وش من خانة راه فيها؟ خانة الأوكس، الأوكس المؤكسد. دونك وش لازم نكتب؟ معادلة نصفية إلكترونية. إلكترونية وش من عملية؟ عملية إرجاع. الإرجاع. علاش عملية الإرجاع؟ لأنه بدينا بالمؤكسد، صح؟ عملية الإرجاع إضافة الإلكترونات في المتفاعلات. إذا في المتفاعلات رايحة نبدأ بأمان وكات ديجا ندلناهم قبل موا، ورايحة تعطينا أمان دو بلوس. أمان الذرة الرئيسية متوازنة. بعد نروحو نوزنو عدد ذرات الأكسجين، باش نوزنو عدد ذرات أكسجين بإضافة عدد من جزيئات الماء. نفس العدد اللي موجود هنا تاع الأكسجين نزيدوه عدد الجزيئات تاع الماء. عندي أربع أكسجينات، معناها لازم نضيف أربعة جزيئات ماء، عشرين أو. وبعد زدت على روحي 8 أش، تسمك هنا لازم نزيد عدد، باش نوزنو الأش لازم نزيد عدد من البروتونات. البروتونات ما ننساوش برك بلي عندها الشحنة الموجبة. ومن بعد نبداو نوازن في عدد الشحنات بإضافة عدد من الإلكترونات. عندي ناقص واحد زائد 8 تعطيني زائد 7. عندي زائد 2 زائد 0 تعطيني زائد 2. باش تتوازن لازم لي زائد 5 إلكترونات. جيد، هذه معادلة نصفية إلكترونية لعملية الإرجاع قام بها المؤكسد شاردة البرمنغالات. دوكا نروح نشوفو بالنسبة إلى شاردة الحديد الثنائي. شاردة الحديد الثنائي واش راهي دير؟ وين راهي؟ في الثنائية راهي في حالة في خانة المرجع. في راهي في خانة المرجع، معناها هذه المعادلة النصفية راح نكتبوها تعمل تاع الأكسدة. معادلة نصفية إلكترونية لعملية الأكسدة للأكسدة. باش نبدأ في عملية الأكسدة لازم نبدأ بالراد Fe دو بلوس. وين راني رايحة نلحق Fe 3 بلوس؟ بديت بهذه نلحق هذه، لو كان بديت بهذه نلحق لهذه. عدد الذرات الرئيسية هل هو متوازن؟ نعم. وحدة اف او وحدة اف او. دوكا واش لازم نوزنو؟ لازم نوزنو مباشرة للشحنة. ما عندنا اكسجين، ما عندنا هيدروجين، نروحو مباشرة للشحنة. شحال عندي هنا؟ عندي زائد 2. شحال عندي هنا؟ زائد 3. عملية الأكسدة تقولكم فقدان الكترونات. مادام فقدان وين نلقاو الالكترونات؟ في النواتج. تسمك شحال لازم نزيد من عدد سالب زائد 3 باش تولي لي زائد 2؟ ناقص واحد. ناقص واحد. الناقص في الكيمياء وش يمثل؟ شحنة الكترون. اذا زائد واحد الكترون، ولا نكتبه مباشرة الكترون. هذه هي معادلة نصفية للأكسدة. نصف معادلة، واحد على 2 زائد واحد على 2 وش يعطيني؟ 2 على 2، معناها يعطيني معادلة واحدة. معادلة نصفية زائد معادلة نصفية يعطيني معادلة تفاعل الأكسدة الإرجاعية. معادلة تفاعل الأكسدة الإرجاعية باش تتميز؟ تتميز أنها مجموع عمليتين متعاكستين. ما لازمش نقدر نجمع عملية إرجاع مع عملية إرجاع، ولا عملية أكسدة مع عملية أكسدة. لازم نجمعوا عملية إرجاع مع عملية أكسدة، ولا عملية أكسدة مع عملية إرجاع. سمك لازم يكون عندنا عمليتين متعاكستين، سينو ما نقدروش نسموها أكسدة إرجاعية. لازم لنا العمليتين متعاكستين. نديرو معادلة تفاعل أكسدة إرجاعية. باش نديرو معادلة تفاعل أكسدة إرجاعية، احنا في معادلة تفاعل الأكسدة الإرجاعية الإلكترونات واش لازم نديرو لهم؟ نحوهم. نحوهم.
كيفاش نحوهم؟ مباشرة نروح نشوفوا عدد الإلكترونات، شحال عندي في هذا الطرف؟ خمسة إلكترونات. شحال عندي في هذا الطرف؟ واحد إلكترونات. نحبوا نتخلصوا من كيما نحل جملة معادلتين في الرياضيات، نحب نتخلص من خمسة إلكترونات اللي هنا، شحال لازم نزيد نضرب في هذا الطرف؟ خمسة. أنا هندير هاك ونضرب في خمسة. أن كل المعادلة في خمسة، كيما حل جملة معادلتين، حل جملة معادلتين، حل جملة معادلتين، مثلا 4x زائد y تساوي 36 مثلا، و x زائد y تساوي 25، باش نتخلص من x واش لازم ندير؟ نضرب في ناقص 4. حنا هذاك الناقص نحو في الرياضيات، نضرب مباشرة في خمسة. علاش؟ باسكو راهم في طرفين مختلفين، وكان جاو في نفس الطرف لازم نضرب في المعاكس، بصح كي راهم في طرفين مختلفين ما نضربش في الناقص. وبعد واش ندير؟ وهذه فاش نضربها؟ لو كان نقولو ضرب في واحد، أي عدد نضربه في واحد يبقى نفسه. دونك واش نديرو؟ نكتبو المتفاعلات أمان أو كات موا زائد أمان أو كات موا مع من تو مع من تفاعل، أمان أو كات موا مع من تفاعل مع الحديد، شحال؟ خمسة. خمسة نديرو عملية النشر، ننشر كامل هذا المعامل خمسة، خمسة اف او دو بلوس. شوفوا منين تخلصنا في حالة المتفاعلة، تخلصنا من هذه ومن هذه، واش بقى لي؟ ثمانية اش بلوس. نكتبوها كيما راه، واحد في خمسة شحال؟ خمسة. نكتبوها هنا، خمسة إلكترون تساوي خمسة في واحد خمسة، أو في الطرف الثاني وش يصرى لهم؟ يروحوا. إذا هذا الإلكترونات مع هادو يروحوا، راح. أسكو نضيف هنا إلكترونات؟ لا خلاص راح. تساوي دوكا كملنا الجانب تاع المتفاعلات، هذه كان ثاني كملناها، وين نروحوا دوكا؟ إلى النواتج. كناتج واش عندي؟ أمان دو بلوس. نحبو نرتبو فقط، واش راح يخرج معاه؟ خمسة. خمسة اف او 3 بلوس. خلصنا من هذه، خلصنا من هذه، واش بقى لنا؟ 4 زائد 4 اش دو زو. هذه هي معادلة تفاعل أكسدة إرجاعية. باش نجوزو ولا نوصلو إلى معادلة تفاعل الأكسدة الإرجاعية، لازم نمر بمعادلة نصفية إلكترونية وحدة لعملية الإرجاع والأخرى لعملية الأكسدة. هل هذا مفهوم؟ نعم. جيد. فقط بما أنه في المتفاعلات لقينا هذا العكس، ولا هذا الفرد الكيميائي اللي اسمه H بلس، معناها يجب توفير وسط حمضي في المتفاعلات، معناها قبل ما نفاعل لازم نوفر وسط حمضي باش ندير التفاعل، باش يقدر يمشي للتفاعل. الا ما عنديش وسط حمضي التفاعل هذا ما يجوزش. لو كان لقيناه في النواتج معناها نقولوا بديت من وسط ولحقت الى وسط حمضي، معناها مع الاول ما بديتش به لحقت له، بصح بما انه بديت به يجب توفير لهذا التفاعل وسط حمضي. هذه هي تفاعل الاكسده الارجاعيه، نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوها. الانسان برك فقط لازم يحفظ الخطوات، باش تحفظوا الخطوات عاودوا رجعوا للفيديو واش انا ذكرنا خطوه بخطوه. لازم لنا توازن الذره الرئيسيه، ومن بعد مرور الذره الرئيسيه الى وجد عدد من الاكسجينات لازم نوازنه في الطرف الاخر باضافه عدد من جزيئات الماء. كي نضيف عدد من جزيئات الماء معناها اضفنا من عدد من الهيدروجين، اضفنا عدد من الهيدروجين لازم نوازنها باضافه عدد من البروتونات. وزننا كل الذرات نروحوا الى انحفاض الشحنه، باش نوازن انحفاض الشحنه باضافه عدد من الالكترونات. فقط اضافه عدد من الالكترونات حسب طبيعه العمليه، اذا كانت عمليه الارجاع عدد الالكترونات نضيفها في مرحله في حاله المتفاعلات،
واذا كانت عندنا عمليه الاكسده لازم نضيف الالكترونات في النواتج. ان شاء الله تكونوا فهمتوا معنا الدرس تاع تفاعل الاكسده الارجعيه، راه درس مهم جدا جدا، ركزوا عليه باش نقدروا نديروا انطلاقه الى في الدرس الجديد اللي يهضر على دراسه التفاعل الكيميائي خلال مده زمنيه، خصوصا الى لحقنا الى حاله المعايرات بالناقليه والمعايره النوويه. اترككم في رعايه الله وخلصت الحصه.